بحضور ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة توج نجله الفارس الشيخ ناصر بن حمد بلقب بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كيلومتر في قرية بوذيب الدولية بأبوظبي بمشاركة 122 فارس وفارسة من 36 دولة ليهدي البحرين اللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة. الشيخ ناصر استحق الثناء الكبير من القيادة الإماراتية وعلى رأس رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونائب الشيخ محمد بن راشد وولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد.